السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. ونشوف مع بعض الاخبار اللي عندك والتبشرات والتحذيرات وكل اللي هيظهر فيه معانا هنتكلم فيه مع بعض. بس طبعا ما تنساش اللي ينطبق عليك تقوله لنا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. القراءة أصلا بتاعتك باين إن فيها تبشرات أو فيها، بص، طريق، ده الطريق ده جميل جدا لحياتك. طيب نشوف الطاقة بتاعتك ونصلي على الحبيب ونقول إيه الأمور اللي هيبقى فيها استجداد عندك. طريق عام، الطريق ده العام ده أنت هتوصل له وهتكون منصور أشد الانتصار، علشان خاطر أنت فعلا حاسس إن في نغزة في قلبك، والنغزة اللي في قلبك دي انت هتكون منصور عليها، يعني هتعالجها، يعني هتنتصر في الطريق الضلمة اللي انت ماشي فيه لوحدك وخايف. الطريق هيكمل وفي الاخر ان شاء الله بإذن الله هتاخد اللي انت عايزه او هتعمل اللي انت عايزه. في تحضير تحضير لفرحة جديدة، انت بتحضر لفرحة جديدة اليومين دول، او في حد عندك هيتجوز، حد عندك هيتخطب، انتوا هيكون عندكم فرحة، الله اعلم، بس في فرحة وتحضير. انتوا هنا ناويين على تغيير سكن، ناويين على حاجة معينة ان شاء الله باذن الله، فانت 100% باذن الله هيكون عندك نقلة جديدة او تغيير جديد عاما على حياتك، علشان فعلا انت الفترة دي تعبت او مظلوم اشد الظلم من ناس لقلبك. طيب هنا مناماتك مزعجة، يعني بتحلم في كذا منام عندك مزعج، في كذا حاجة خايف منها مخوفاك، حلمت حلم وخايف، شفت منام صحيت منه قلبك مخضوض خايف من المنام ده، الله اعلم، بس في شوية زعل عندك، شوية امور مضايقاك. في هنا بسم الله ما شاء الله عليك خروج من حاجة كبيرة، ونقلتك هتتم 100% وهيكون فيها خير ليك، علشان انت في ارض بيتك حاليا مش مرتاح، فالطريق ده هيكون في فتحة خير ليك، ما تقلقش خالص. في كمان هنا عتاب بينك وما بين حد، العتاب ده برضو انت هتاخد قرار فيه حاسم. في رسالة هتجيلك هتطمنك، الرسالة دي هتطمنك هتسعدك فعلا، او هتحس قد ايه ببشرة خلوة. في هنا شخص رافع ايده لفوق وعمال يدعي لك، انت دايما بتقوله يا رب استرني، يا رب فوقني، يا رب ساعدني، دايما بتدعي ربنا كتير الفترة دي، وان شاء الله بإذن الله دعواتك هتكون مستجابة. ليه؟ علشان انت شايل الحمل لوحدك. عندك هنا شخص، الشخص ده وراه ست، او الشخص ده خاين، عمال يخون، عمال يطعم، عمال يكسر في قلب ناس ومش فارق معاه. ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تعديل في امور، تعديل في ورق، تعديل في في حياة، في تعديل في اشياء، الله اعلم، بس هيكون في شوية تعديلات عندك. انت هنا انفصلت او بعدت او قررت ان انت ما تتكملش في العلاقة اللي فيها غدر او فيها خيانة، قررت ان انت خدت قرار الانفصال وقلت خلاص انا مبقتش قادر استحمل ولا بقيت قادر عايز اكمل في العلاقة دي، يا رب انا عايز ابعد بس خايف، يعني انت خايف تبعد رغم ان انت دايما كنت بتعرف تاخد القرارات، بس اليومين دول حاسس بطاقة خمول، حاسس بطاقة كسل، في شوية ارهاق عندك بطريقة رهيبة. عندك هنا حيوية لنفسك، هترجع تهتم بنفسك من جديد، هترجع تحب نفسك اكتر، هتبقى في لقاءات، اجتماعات، في حاجات ناس هتستفاد منهم، ناس هتستفاد من خبرتهم، هيكون عندك تألق حلو هتعمله انت الفترة اللي جاية. في كمان مواضيع او اخبار او كلام يخص ورق، يخص اطفال، يخص سفر، في امور عندك انت اليومين دول حرفيا بتتكلم في الحاجة اللي هتسعدك او
بقيت متفائل، فعندك تقوية مع الشريك في علاقة، وهيبقى كده في شوية تفاؤل وشوية حب بإذن الله. في سعادة داخلة على قلبك بسبب الرسالة اللي انت مستنيها دي. وعايزة اقولك ان هيكون برضو عندك كذا موضوع انت هتشتغل عليه، وهتمسك طريق الخيط او هتمسك طريق السعادة في حياتك، وبإذن الله هيبقى عندك دخول في مشروع حلو. المشروع ده هيكون ناجح جدا، عشان خاطر من بعد المشروع ده او حاليا انت داخل على المشروع عمال تخطط، عمال ترسم، عمال تعبر عن مشاعرك. فانت كده كده هيكون عندك سفر قريب، وهيكون عندك نقلة جديدة، وهتقدر اقول مش هتتخلص عامة عن الهموم، بس هيكون عندك حاجة كبيرة تتخلص منها او هترميها بره حياتك، عشان فعلا الحاجة دي اذتك او انت حاليا مأذي منها. انت ماشي على طريق، والطريق ده طريق تفاؤل ليك، طريق خير ليك، كمل ومن غير ما تتردد. في شوية حسد عليك اليومين دول، شوية كلام عليك بحد بيقولهم، ارمي ورا ظهرك وما تسمعش لحد. انت بس محتاج تاخد شوية راحة علشان خاطر تقدر تقف من جديد، تقدر تشتغل من جديد، تقدر تعرف ايه الخلافات اللي بينك وما بين اي حد موجود في حياتك، علشان خاطر طول ما انت عندك ضغوط نفسية مش هتشوف حقيقة الاشخاص اللي حواليكم، مش هتعرفوا هم عايزين منك ايه او انت عايز منهم ايه. فلازم يكون عندك ثقة بنفسك اكتر. انت بتفكر اليومين دول حرفيا في الماديات، اليومين دول بتفكر في مواضيع ضغطاك، بتفكر في شوية حاجات ضايقاك، فياريت تصلح علاقاتك، تصلح امورك. في اشخاص حواليك هنا عاملين زي العقارب، عايزين ياخدوا باقي، عايزين يكسروك، يا ريت تاخد بالك منهم كويس جدا جدا. ممكن تكون انت في علاقه او في ارتباط مفيش لقاء بينكم وبين الشريك، في ناس بتتدخل في بعض المشاكل اللي مضايقاكم انتم، خلياكم مش عارفين تاخدوا قرار، في حاجات عندك انت تعباك انت، وحاليا برضو ساكت ومستحمل. ليه؟ عشان بتقول كل حاجة في وقتها. المشروع اللي هتنجح فيه عشان ينجح ما تتكلمش عليه، عشان يتم على خير ويفرحك ما تتكلمش عليه، اكتم وداري، اكتم وداري على اي حاجة تخص حياتك، هتلاقيها بتنجح وهتلاقيها بتكمل وهتحصد من وراها خير. اما طول ما انت بتتكلم وطول ما انت ما بتخبيش، صدقني الدنيا معاك هتبقى فيها مشاكل، وهتلاقي نفسك تعبان. انت عندك مال قادم ليك، ممكن بسبب قضية ورثة هتربحها، او بسبب قعدة هتاخد حقك من الناس. المهم ان انت في فلوس جايالك، الفلوس دي هتكون بشرة برضو لبداية جديدة في حياتك، عشان انت حاليا حاطط في بالك ان الفلوس دي لما هتجيلك في حاجات هتعملها، وبالفعل هتعمل كذا حاجة معينة، هتشتغل، هتعافر، هتجاهد، عشان خاطر الامور الحلوة انت ناوي عليها. فما تقلقش خالص، عشان انت عندك كذا حاجة برضو، وناوي ان انت تطرد من حياتك الحظ السيء، وتشتغل بس على الطاقة الايجابية. راجل كبير في السن ما بيحكمش بالعدالة، راجل كبير في السن دايما بينافق. انت هنا يعني انت عندك انتصار على عدو ليك، عدو موجود في حياتك، هتنتصر عليه من بعد الفترة اللي فاتت ما كان في ظلم كبير، وفي ممكن يكون في تواصل مع حد او كلام مع حد، امور تخص حد هتتقالك او هتتعرض عليك، في مواضيع هتتفتح، الله اعلم. بس هيكون في انجذاب في علاقة جديدة او في حاجة تخص العاطفة برضو. انت ناوي يعني انت هنا مداري او ناوي، الله اعلم، في حاجة تخص سر، انت ناوي يعني تكتشف السر ده، او ناوي تخبي السر ده. في كلام عندك في بالك يخص سر خطير عندك في حياتك، انت عايز تداريه ومش عايز تتكلم فيه، او في حقيقة عرفتها وما بقتش حابب تتكلم عنها، الله اعلم. بسم الله ما شاء الله عليك، في فرحة كبيرة جدا انت مستنيها بقالك فترة، هتحققها
بسبب من اول ما هتحط رجلك للامام باذن الله هتحقق الخطوه دي. بس ما تنساش ابدا ان ربنا هو ليه فضل عليك. نشوف مع بعض ايه الاخبار اللي عندك في الفتره اللي جايه او الحياه القادمه. اول حاجه انت هنا عندك راحه، هتطلع منصور من اشخاص هيدعموك. قدامك 4 خطوات، انت وصلت لحد هنا، انت بدأت الطريق، بدأت الطريق، بس حاليا واقف هنا. قدامك 4 خطوات او قدامك 4 حاجات معينين في بالك، ومن بعد كده هتاخد الخطوة اللي من حقك تاخدها علشان خاطر هيكون عندك نصرة جديدة. بس عندك شوية حاجات مضايقاك، عندك هنا شوية توتر، شوية قلق، شوية حيرة، في شوية مواضيع عندك فيهم طاقة سلبية ليك بسبب ان انت حاليا مش عارف تفكر صح، بالك مشغول. عندك ست شعرها طويل، الست دي حطاك في دماغها، حطاك كده في بالها قوي، بتحب تعرف كل تفاصيل حياتك. عندك هنا تعبان كبير، التعبان ده هيخرج من حياتك الايام اللي جايه، فاقدر ابشرك خروج الافعى او خروج البومه اللي موجوده في حياتك. البومه دي من اهلك وناسك مرصوده، انت عايش وكانك عايش لوحدك، مفيش اي حاجه في حياتك، في حد عندك واقع في مشكله او انت واقع في مشكله. عندك حرف 7 او رقم 7 بيمثل لك خير في حياتك، وبالفعل هيكون عندك خير من وراه. بسم الله ما شاء الله عليك. هنا الموضوع اللي انت بالك مشغول بيه بلاش تفضل تفكر فيه 24 ساعة، اهدى شوية وهدي اللعب عشان خاطر تعرف تاخد او تعرف تكمل الطريق الصح اللي انت عمال ترسم فيه في بالك. بص هنا، بسم الله ما شاء الله عليك. هنا عندك فرحة في ارض بيتك تخص العاطفة، عندك كلام يخص حياتك العاطفية هيتفتح قدامك الفترة اللي جاية. عندك طفل هنا، الطفل ده بيحب مامته جدا، بس في شوية عراقيل او شوية مشاكل، بس ان شاء الله بإذن الله هيكون في تحسين في الدخل، تحسين في الامور الفترة اللي جاية. بس انت هنا عندك رمز السلام، او انت دايما مميز بالسلام، في كلام كتير عندك اهو. بسم الله ما شاء الله عليك، انت هتكون منتصر الايام اللي جاية. بس انت عندك نغزة في قلبك، عندك شوية مشاكل صحية، فياريت ما تفكرش زيادة عن اللزوم. شوف انت عايز تعمل ايه وتشتغل عليه. يعني مثلا انت عايز تزور الطبيب، زور الطبيب من غير ما تتردد. شوف انت عايز تعمل ايه واعمله، ما تستناش حاجة من حد. عندك هنا تألق وانتصار في أشياء معينة، بس خلي بالك عندك حد بوشين، حد بيلعب على الطرفين، كذاب بينوفك، يعني بيلعب هنا شوية وهنا شوية، بس انت هتكون عارفه الأيام اللي جاية. عندك هنا يوم هنا هيكون حلو جدا ليك، يعني هيكون عندك بعض الأيام هيكونوا حلوين جدا ليك. هتقابل ناس جديدة في حياتك، هتتعرف على ناس جديدة في حياتك، هتعمل كذا حاجة مختلفة في حياتك الفترة دي حرفية. بس في دايرة مقفولة عليك، في مواضيع متقفلة عليك لحد الآن مش عارف تاخد فيها قرار ولا تعرف تتصرف فيها ازاي. طاقتك برضو مفتوحة وطاقتك عامة، وناوي تاخد كذا قرار في الوقت المناسب علشان انت حاسس ان انت حيران او مهموم في كذا موضوع شاغل بالك. في سلام هنا على حد، او في حد هتضمه لقلبك. عندكم خبر حمل او حاجة تخص مواضيع حمل الفترة اللي جاية دي، في اخبار تخص حمل، عندكم طفل جديد او مولود صغير. هنا انت هتكون متألق بسبب خطوة معينة، بسبب حاجة معينة انت هتعملها. عندك كمان حلف اليمين او قسم اليمين، او عندك مواجهة مع الشريك. اقدر اقول ان انتوا ممكن يكون عندكم علاقة تانية او طرف تاني بيتدخل، لا اما علاقة لا اما طرف.
انتوا اليومين دول حرفيا عمالين تشتغلوا على نفسكم قوي علشان خاطر عايزين تطردوا بأي طريقة الطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها، عايزين تدخلوا في طاقة إيجابية، عايزين ترموا ورا ظهركم المشاكل والهموم، مش عايزين تبصوا للحياة بشكل سلبي، لا عايزين تشوفوا الحياة بشكل مختلف. وبالفعل هتبعد عنك التشاؤم اللي انت عمال تفكر فيه ده، هتبعد عنك طاقات الحزن وطاقات التوتر. والمواجهة دي هتكون فيها خير ليك، المواجهة دي هتكون فيها خير ليك، فياريت أعصابك تكون هادية الفترة دي خالص، وتستحلى بالهدوء دايما، وتبعد عن أي مشكلة سلبية ممكن تأذيك أو ممكن تأثر عليك. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك، انت هنا في وشك هيبقى فيه نور بسبب حاجة معينة هتخطيها، يعني في حاجة معينة هتخطيها، هيبقى في عندك أمور حلوة فيها تحسين بإذن الله. وعايزة أقول لك كمان إن أنت ناوي تاخد حقك من ناس كتيرة جدا ظلمتك، ناوي تاخد حقك من ناس كتيرة غيرانة منك، ناس عايزة تأذيك بأي طريقة، فأنت ناوي تاخد حقك، ناوي تشتغل على نفسك أكتر الفترة اللي جاية، عشان ناوي تعمل كذا حاجة. دايما بيتكلموا عليك، دايما بيقولوا عليك ده انت مغرور، ده انت متكبر، ده انت شايف نفسك، ده انت وانت وانت. مالكش دعوه باي كلام، ارمي ورا ظهرك، ركز بس على مستقبلك، ما تخليش الكلام ده يأثر عليك ولا يسيطر عليك ابدا. في بشرة انت مستنيها، الله اعلم البشرة دي ايه، بس انت عندك بشرة بطريقة رهيبة جدا، قاعد على نار ومستني البشرة دي. بس بلاش تشيلوا هم الدنيا فوق كتفكم، اهدوا شوية علشان انتوا شايلين حمل كبير، شايلين جبل فوق كتفكم، وبتحاولوا تلملموا اوجاعكم وترموها ورا ظهركم. كنتوا في علاقة مع الشريك، او الشريك سابكم خان، او سابكم وبعد، في شوية نفور في حياتكم. في ست كبيرة في السن عندكم تعبانة، الست دي بتحبكم جدا بس هي تعبانه، وكانت واقفه في يوم من الايام سبب ان انتوا تحققوا نجاحكم. انت عندكم بدايه حلوه جدا جدا، ناويين تبداوا بدايه جديده، بس علشان تبدا لازم تصفي، علشان تبدا لازم ترمي ورا ظهرك. انت ناوي على تغيير، وبالفعل هيكون عندك تغيير حلو جدا هتسمعه خلال كام يوم بالظبط، ففي خبر حلو جدا هتسمعه هيفرحك بإذن الله، وهيديك طاقة عامة يخليك تكون مندفع للأيام اللي جاية. ولو عندكم طرف ثالث بيتدخل في حياتكم، ارموا ورا ظهركم، حد عايز يحاربكم او انتوا عايزين تحاربوا، الله اعلم في حرب عندكم، في مواضيع عندك بتتكلم فيها، او في حد بيتكلم فيها. في كمان عزومة من حد عزيز على قلبك، حد هيعزمك، حد هيتكلم معاك، او حد هيبقى في كلام بينكم، هيعزمكم على عزومة حلوة الفترة اللي جاية. انت بتحب المقربين لقلبك جدا، وبالفعل ده اللي ظاهر لك. في كمان شوية وجع في معدتك، شوية وجع في جسمك، قلبك حس ان هو من نغزة مطعون، في شوية اوجاع عندك، بتحاول ان انت تطلع من كذا حاجة مؤثرة عليك، بس في طاقات حلوة ان شاء الله بإذن الله هتتوزع عليك، علشان انت شايل حمل كبير، شايل مواضيع كتيرة فوق ظهرك، ومستني تعمل كذا حاجة مختلفة. فما تقلقش خالص، عشان انت الفترة اللي جاية هيكون في استقرار، وهيكون في طاقات حلوة برضو هتشتغل عليها، وهتاخد الخطوة الجديدة اللي انت حاليا عمال تسعى عليها، علشان خاطر رزقك مكتوب لك، مهما تروح او مهما تيجي رزقك مكتوب. مزعلش مني، البومة او الحية اللي موجودة عندك في حياتك دي انت هتخرجها، وممكن في يوم من الايام كمان تموتها، او تكون سبب رئيسي في انتصارك عليها بإذن الله. لو عليك ندر اوفي بيه، لو عليك حاجة معينة اوفي بيها، ودايما اقولك ان انت ما تستسلمش ابدا ولا تيأس.
دايما تقبل الصدمات، تقبل التقلبات، تقبل كل حاجة، عشان خاطر لما يجيلك الحياة الأفضل تحس قد ايه نعم ربنا عليك كبيرة، او نعم ربنا عليك فعلا انت كنت في يوم من الايام تستاهلها. وتغير وبلاش تسمع، يعني خليك ما تسمحش لأي حد ان هو يلعب بمشاعرك، او لأي حد ان هو يستغلك في حياتك. انت محتاج تاخد فترة راحة، محتاج تاخد فترة تبعد عن ضغوط العمل، ضغوط الحياة بشكل كبير، تبعد عن اي ضغوط سلبية في حياتك. ليه؟ علشان تنجح، او علشان تمشي في الطريق اللي انت قادم فيه، او الطريق اللي انت ناوي عليه. ان شاء الله باذن الله الفترة القادمة دي هيكون في طاقات عامة، اخبار سارة، هيكون في نصرة حلوة انت جدا الفترة اللي جاية دي. اقدر اقول ان في طريق سفر برضو هيكون افضل ليك، ومن ورا السفر ده هتنجح وهتاخد قرار مهم او قرار حاسم في حياتك، علشان خاطر طال الانتظار، طال القرارات العامة في حياتك. خلي بالك انت عندك حد عامل زي التعبان، جلده بيتبدل، يعني ظهر لك عندك حد عامل زي التعبان، جلده كده الوان بيتبدل زي الحية بالظبط. افعى، انت عندك افعى في حياتك، وعندك تبشرات حلوة، بس شايل الحمل وشايل الهم الكبير فوق كتفك. وازن امورك، وازن حياتك، علشان التقلبات اللي انت فيها دي، يعني انت محتاج فترة من الراحة، وان شاء الله هيكون عندك تغيرات حلوة. لو القراءة عجبتك ما تنساش اللايك الجميل والتعليق، وانتظر مني دايما توقعات جديدة وأخبار مبشرة لحياتك القادمة بإذن الله. تحياتي ليك، وأتمنى لك الخير.